طبابة رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا. أنا أمينة العبدالله، رح أطلع عليكم يومياً من السبت إلى الخميس وما عدا الجمعة، وعلى مدار ساعة كاملة من الثالثة إلى الرابعة عصراً من خلال عيادتكم المسموعة طبابة رمضان. يومياً رح يكون معنا الجديد والمميز اللي رح نطرحه، وأتمنى أنه يحوز على إعجابكم وعلى رضاكم. بما أني قلت الجديد، ففعلاً اليوم رح يكون عندنا الجديد، ولكن في الجديد في علاج العقم عند الرجال. لكل اللي بيعانون من هذه المشكلة، أو إذا كان أحد في محيطكم بيعاني من العقم، حابين تساعدونا أو حاب أنت أيضاً تتواصل معنا وتاخذ استشارة مجانية من ضيفنا لليوم، كل اللي عليكم أنكم تتواصلوا معنا عبر وسائل التواصل. لكل اللي حابين يتشاركوا معنا في حلقتنا اليوم عبر الاس ام اس مشتركين الاس تي سي على 847700، مشتركي موبايل على 640660، وايضا زين 7462622. اما بالنسبه لتواصلنا المباشر والمجاني فرح يكون عبر الرقم 02-61-61-100، وايضا بامكانكم انكم تشاركوا معنا عبر صفحتنا بتويتر على @الفالفافام. بالنسبة لموضوع اليوم الجديد في العلاج العقم عند الرجال، رح يكون ضيفي لليوم الدكتور حمود المطرفي، استشاري المسالك البولية وأمراض الذكورة وعقم الرجال بمركز ذرية الطبي بالرياض. مساك الله بالخير دكتور حمود، وحياك الله معايا بطبابة رمضان، وكل عام وانت بخير وعساك من عوادة يا رب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وكل عام وانت بخير. دكتور حمود، يمكن احنا بنعرف ان عدم حدوث حمل بعد مرور سنة كاملة على علاقة زوجية ناجحة وبدون استخدام اي نوع من موانع الحمل، يمكن في السنة الاولى بنحط الاسباب او على 50% على الزوجة و 50% ايضا على الرجل، لكن عقب كذا المفروض الطرفين يعني يقومون بعمل فحوصات لمعرفة اسباب تأخر الانجاب عندهم. احنا اليوم رح نركز على احد الاطراف هذه الا وهو الرجل، فياليت نعرف اسباب عدم الانجاب عند الرجل، شنو هي ترى تكون؟ طبعا في اسباب كثيره. اول حاجه احب اني افضل ما استخدم كلمه عقم، افضل نسميها تاخر في الحمل. يا سلام، من كلمه دفعها من القاموس. اي نعم، قيله شويه كذا. فطبعا في اسباب كثيره للتاخر في الحمل بسبب الرجل، أكثرها للأسف أنه ما أحد يعرف السبب، حوالي 30% من هذا كذا لا يعرف السبب. متى نقول أنه لا يعرف السبب؟ إذا استبعدنا كل الأسباب اللي معروفة. يجي بعد كذا أنه نجد أنه مثلا دوالي الخصيتين سواء في جهة واحدة أو في الجهتين واحدة من الأسباب اللي معروفة، وحوالي تمثل 15% من الأسباب. إضافة إلى ذلك نقص هرمون الذكورة سواء من الخصية أو بأسباب أخرى. إضافة إلى ذلك أن الخصيتين المهاجرتين، الخصيتين المهاجرتين أحيانا ممكن طبعا تكون خلقة من ولد الطفل وعنده خصيتين مهاجرتين، أحيانا تكون خصية واحدة أو الخصيتين تكون مهاجرات، وهذه تمثل حوالي 8% تقريبا من الأسباب. إضافة إلى ذلك أن يكون فيه خلل بالغدة النخامية، ما تفرز عندنا الهرمون اللي هو مسؤول عن وظيفة الخصية اللي هو الـ FSH والـ LH اللي مسؤولين عن تحفيز وظائف الخصية نتيجة يا أما يكون ورم موجود بهذه الغدة النخامية أو خلل في وظيفتها. إضافة إلى ذلك أحيانا يكون ارتفاع هرمون الحليب. لو أن هرمون الحليب معروف أنه دائما يكون عند النساء، لكن حتى الرجال عندهم هرمون حليب ولكن بنسبة قليلة يعني. إضافة إلى ذلك أحيانا يكون فيه أسباب لها علاقة بالكروموزومات، وقصة مثلا عندنا متلازمة كلاين فلتر اللي تمتاز بأنه يكون في زيادة إكس كروموزوم. هذول الناس يعني من ميزتهم أن يكون ما في عندهم حيوانات منوية. إضافة إلى ذلك أن يكون حجم الخصيتين صغيرات. هنا بالنسبة للمتلازمة فيها نوعين طبعا، في نوع تكون خليط وفي نوع غير خليط.
طبعا احنا دائما نتمنى انها تكون من النوع الخليط. الخليط انه عباره عن ما يكون كل الخلايا اللي موجوده في جسم الانسان كلها تحمل زياده اكس كروموزوم. يكون خليط من 46 اكس واي ومن 47 اكس اكس واي. ولما يكون في كل ما تزيد نسبه الخليط كل ما يكون فرصه انه يوجد حيوانات منويه عند هذول الناس يكون افضل. كذا لما يكون في خلل عندنا بالواي كروموزوم، نعرف ان الواي كروموزوم اللي هو موجود بالرجال اللي هو يميز الرجل عن المرأة وجود الواي كروموزوم، لما احيانا يحصل في خلل في هذا الكروموزوم فيكون واحد من الاسباب اللي مسببه لنقص او عدم وجود الحيوانات المنوية. اضافة الى ذلك بعد كذا نجي لاسباب مكتسبة مثل الالتهابات، التهابات الخصيتين او البغبغ، واكثر شيء معروف زي مثل التهاب النكاف اللي بالعاميه يسمونه ابو كعب. وخاصه اذا حصل قبل لا يحصل نمو كامل للخصيه فيكون تاثيره قوي، وفي خلال يعني بالسن اللي يكون الخصيه لسه توها، واذا مع العلم بانه حوالي فقط 30% من الناس اللي يصابون بالنكاف الخصيتين تتأثر، مو كل الناس يصابون بالنكاف. أحيانا يكون فيهم انعدام للحبل الناقل للحيوانات المنوية وهذا شيء وراثي. يكون بالجهتين، الحبل النووي الحبل الناقل للحيوانات المنوية غير موجود. هنا أنبه إلى حاجة مهمة جدا، لأنه في علاقة بين انعدام الحبل الناقل للحيوانات المنوية وبين حاجة نسميها حنا السيستيك فايبروسيس اللي هو من الأمراض المزمنة اللي لهذا السبب انه لما يكون الشخص عنده الحبل غير موجود في الجهتين يجب ان نبحث وننظر الى هذا السيستيك فايبروسيس هل هو موجود او الزوج او الزوجة حاملين في قبل لا يتم عملية الأطفال الأنابيب. كذا إضافة الى ذلك ان في اسباب اخرى مثل التعرض لأشعة مثل مواد كيماوية خاصة التي تستخدم لعلاج حالات السرطان. وأقل سبب اللي هو عادة يكون نتيجة ارتداد أو ارتجاع للسائل المنوي عند الناس اللي يكون في عندهم سكر أو يكون في عندهم ضعف جنسي. فهذه مثل هذا يعني في أسباب أخرى، ولكن هذه الأسباب الشاملة اللي أكثر أسباب شيوعا. طيب قبل احنا قلنا ان شاء الله بحلقتنا اليوم رح نتطرق طبعا للجديد في علاج تاخر الانجاب عند الرجال، لكن قبل ما يعني اتطرق للجديد بالعلاج دكتور حمود حابه يعني اسالك عن التشخيص، شلون انت بتقومون يعني حضرتك بتقوم بعمليه التشخيص؟ هل بيختلف؟ طبعا اكيد هو بيختلف عند النساء، التشخيص عند الرجال شلون بيتم دكتور على اساس انك بتعرف اي واحده من الاسباب هذه؟ ما شاء الله يعني اسباب جدا عديده يعني. طبعا التشخيص بدايه فيه انك من يدخل عليك الشخص تشوف مثلا انه طول الوزن الشعر اللي موجود في هذه كل هذه علامات تعطيك خلفيه الطول والوزن هذه تعطيك نعم. بعض الناس يكون عنده زياده يعني بالوزن فوق 150 كيلو ولا 180 كيلو، يجيك واحد يكون ما في شعر موجود في الوجه كذا، كل هذه تعطيك علامات انه في عنده مشكله اللي لها علاقه بالهرمونات والشغلات كذا. بعد كذا السيره الذاتيه مهم جدا انك تسال الشخص بالسيره الذاتيه بحيث ان نعرف كل الاسباب اللي سبق ان ذكرناها في السابق، ان نعرف هل هي موجوده او ما هي موجوده. اذا لم نجد اي واحد من الاسباب اللي ذكرناها اذا نأزي المشكله اكثر شيء للي غير معروف اللي هو الادوباتيك نسميها احنا. الفحص الصغير مهم جدا خاصة بالنسبة لنا احنا لما نعمل فحص شامل إضافة إلى ذلك فحص الخصيتين بحيث أن في حجم الخصيتين موجودين ما هم موجودين بالصفن، هل يوجد فيه توالي، هل يوجد فيه مثلا أي آثار التهابات سابقة، هل يوجد سوائل حول الخصية، كل هذه أشياء مهمة جدا بحيث أن تعطينا خلفية عن السبب اللي هذا وجود الحبل الناقل للحيوانات المنوية، عدم وجوده، كل هذه أشياء مهمة جدا خلال الفحص الصغير. نعم. طيب أنا حابة أتطرق الحين للعلاج أو الجديد في علاج تأخر الإنجاب عند الرجال. العلاج أولا هل هو بينقسم إلى قسم واحد أو حينقسم إلى قسمين دكتور حمود؟ هو أول حاجة لما نبي نعالج إن نبي نعرف وش السبب.
صحيح. إذا وجدنا مثلا أن مثال بسيط ناخذهم واحده واحده يعني على بحيث ان نعالج كل واحده كذا، اذا وجدنا انه مثلا الشخص وهو الشائع اكثر حاجه انه ما في سبب معين واضح، عملنا له كل حاجه يبدو سليم، عملنا له السائل المنوي طلع سليم، كثير الان اصبحوا ما في سبب يعني للاسف. اي نعم، في نسبه حوالي 30% ما يكون في سبب. نعمل له مثلا تحليل الدم اللي هو الهرمونات وظائف الفصيلتين لم نجد سبب. الحالة هذه طبعا في أدوية تستخدم كثيرة موجودة الآن هذا كذا. طبعا الآن التركيز أكثر شيء على الأدوية اللي هي تعتبر ضد الأكسدة، لأنه وجد في علاقة كبيرة بالمواد اللي هي مسببة للأكسدة لها تأثير على الحيوانات المنوية، حيث أنه تبين أنه الحيوانات المنوية يمكن أو الخلايا اللي تنتج الحيوانات المنوية هي تعتبر أكثر خلايا موجودة في جسم الإنسان حساسة. يعني أول خلايا في جسم الإنسان يتأثر هي الخلايا هذه. فلهذا السبب نجد لما شخص مثلا يتعرض لعلاج كيماوي، يتعرض مثلا لشغلات كده، أول خلايا تتأثر في الجسم هي الخلايا اللي تنتج الحيوانات المنوية. فلما ننظر إلى هذا السبب نجد أنه في أشياء من الأشياء المواد اللي هي لها علاقة بالأكسدة على الحيوانات المنوية أكثر، إضافة إلى ذلك مثل الناس اللي يدخنون بنسبة كبيرة هذا لها تأثير جدا كبير على الحيوانات المنوية. فلهذا السبب يعني أتمنى أن اللي يسمعون ويدخنون المدخنين يبدون يقللون الفرصة في رمضان. لها علاقة كبيرة جدا. نعم. الزيادة مثلا زيادة الوزن المفقود له علاقة كبيرة. إضافة إلى ذلك أني أبقى أنوه لأني شفت عدد كبير من المرضى، الناس اللي يعني يروحون للأندية كمال الأجسام والشغلات وهذا كذا يكونون حذرين جدا جدا، لأنه في كثير منهم أنه يعطيك يقول لك استخدم هذه الأدوية اللي هي فقط مجرد أنه تقوية العضلات والشغلات وتكبير حجم العضلات. نعم. نعم، هذه يكون فيها أحيانا مواد مثل هرمون التستوستيرون، يكون فيها مواد يعني مثل البوتنسولون والشغلات هذه كذا، في اشياء كل هذه يعني شفت عدد كبير من المرضى تجد تشوف جسمه ما عندك احسن منه وما عنده حيوانات منويه. انا جدا شاكره تنبيهك لكل شبابنا على النقطه هذه دكتور حمود، يمكن كثير بيتجاهلونها انها سليمه ومأمونه وكذا، ارجو انه الشخص ما يستخدم هذه. نتمنى ذلك. طيب دكتور حمود، يعني احنا لسه مستمرين متواصلين معك، لكن رح نضطر اطلع فاصل، رح نرجع نواصل معك دكتور. مستمعينا الكرام، كل اللي حابين يتواصلوا مع الدكتور حمود المطرفي استشاري المسالك البوليه وامراض الذكوره وعقم الرجال بمركز الذريه الطبي، بعد الفاصل إن شاء الله رح أذكركم بأرقام التواصل، لكن خليكم معنا على السمع. طبابة رمضان. وعودة من جديد مستمعينا الكرام مع طبابة رمضان. أذكركم إن اليوم بنتكلم عن الجديد في علاج تأخر الإنجاب عند الرجال. لكل أخواني اللي بيعانون من هذه المشكلة، أو إذا كان أحد في محيطكم بيعاني من تأخر الإنجاب وحاب يتشارك معنا في حلقتنا اليوم، حاب أي تأخذ أي استشارة، تطرح مشكلتك على ضيفنا لليوم الدكتور حمود المطرفي استشاري المسالك البولية وأمراض الذكورة وعقم الرجال بمركز الذرية الطبي بالرياض، شاركونا عبر أرقام تواصلنا. لكل مشتركين الاستيسي اللي حابين تشاركونا معانا على 8477000 ومشتركي موبايلي على 640660، وأيضا مشتركين زين على 7462622. أما بالنسبة لخط هاتفنا المباشر والمجاني فرح يكون عبر الرقم 02-61-61-100، وأيضا أنا بانتظار تواصلكم معنا عبر صفحتنا بتويتر على @ألف ألف أف أم. دكتور حمود. نعم. طب احنا وصلنا لطريقة العلاج، وانت حضرتك يعني تفضلت وقلت ان الطول، الزيادة في الوزن اللي هو السمنة، اذا ما في شعر في وجه الرجل، وايضا نبهت شبابنا كلهم اللي بيحبين يعملون مسلز او تكبير العضلات او بياخذون اشياء في مراكز الجيم او في مراكز خلينا نقول اللياقة لبناء العضلات، هذه كلها اشياء نبهت فيها انه ممكن تسبب في تأخر الانجاب عند الرجل. يعني يكون حذر الإنسان، يكون يعني حذر إنه ما يستخدمها إلا يعني حتى لو قال له مثلا مدرب إنها سيف وإنها ما بالضبط إنه كذا، لا يكون حذر،
يستخدم أشياء طبيعية. ما يقول لك المثل دكتور حمود ابعد عن الشر وغني له، وإذا عرف السبب بطل العجب. تفضل. هذا صحيح. طيب إيش حاب تضيف؟ ندخل بالعلاج، إيش في جديد دكتور ممكن أنتم مقدمينه في مركز ذرية الطبي لعلاج تأخر الإنجاب عند الرجال؟ طبعا فيه الحين لما نقسم العلاج عامة يعتمد على وش، إذا كان مثلا الشخص يعاني من نقص في الحيوانات المنوية، إذا الشخص يعاني من جودة الحيوانات المنوية أو انعدام الحيوانات المنوية، فكل فئة لها طريقة خاصة للعلاج. فمثلا لو أخذنا مثلا قلة الحيوانات المنوية، قلة الحيوانات المنوية من الأشياء المهمة جدا نتأكد أن الشخص ما يكون عنده دوالي موجود، دوالي الخصيتين. دوالي الخصيتين لها علاقة كبيرة بنقص الحركة والعدد الحيوانات المنوية. فنسبة كبيرة من الناس أنه إذا عملت عملية الدوالي أنه يتحسن العدد والحركة هذا كذا. وهنا بدي أنوه إلى أنه طبعا عملية الدوالي هي عملية بسيطة جدا، يعني ما هي كذا، ولكن لا يستهان في شيء. الآن في أفضل طريقة لعمل عملية الدوالي هو عملها عن طريق الميكروسكوب، لأنه استخدام الميكروسكوب يقلل من مضاعفات هذه العملية. فنجد أنه نسبة المضاعفات في لما يستخدم الميكروسكوب أنها تقل عن 1%، بينما بالطرق السابقة القديمة أنه تصل إلى 20 أو 25%. نشوف مضاعفات منها تأثير على الخصية، تكون سوائل حول الخصية وهكذا. فأني أنبه أن الشخص إذا أن العملية يعني ما لها هالمضاعفات اللي تذكر، ولكن إذا أريد أن تعمل أن تعمل بالطريقة هذه. فهذه واحدة من الأشياء بالنسبة للناس اللي يكون مثلا عندها قلة الحيوانات المنوية. إضافة إلى ذلك أنه في بعض الأدوية المحفزة للخصية تستخدم، ونسبة كبيرة من الناس يستجيبون لهذا الشيء. إضافة إلى ذلك لو في نقص في الهرمونات من الغدة النخامية، الفئة هذه من الناس يستجيبون استجابة جيدة لتعويضهم للهرمونات اللي ناقصة عندهم. وحتى لو الاستجابة ما وصلت إلى الحد الطبيعي، لكن تكون جودة الحيوانات المنوية عالية، بحيث أني أنا شفت مرضى وصل عندهم عدد الحيوانات المنوية إلى من 0 إلى 5 مليون وحصل حمل طبيعي. ما شاء الله تبارك الله. بينما أنه لما حنا ننظر إلى السائل المنوي نحتاج أقل شيء 15 مليون وفوق، لكن النوعية هذه الاستجابة حتى لو العدد قليل يكون فيه يحصل حمل طبيعي واستجابة جيدة. هذه واحدة من الفئات من الناس اللي ممكن انهم يعني العلاج. اضافة الى ذلك لو في التهابات تعالج الالتهابات، وهذول الناس يتحسن الوضع عندهم. نجي بعد كذا للفئة اللي يكون فيهم وهذه من اصعب الفئات، اللي هي يكون فيه نسبة التشوهات عالية. يعني جودة الحيوانات المنوية ما هي جيدة، نجد انه 99% ولا 100% من الحيوانات المنوية مشوهة. هذا أول شيء السبب، ما أحد يعرف السبب. وهذه واحدة من الأشياء. بالحالات اللي زي كذا نعطي بعض الأدوية المحفزة وتنزل النسبة شوية. ومع مساعدة أطفال الأنابيب ممتاز، هذول الناس ممكن تنحل المشكلة إن شاء الله. الله يرزق الجميع إن شاء الله دكتور حمود. آمين. بالذرية الصالحة. طب إحنا حاب يلا تفضل، حاب تضيف حاجة ولا نبدأ نستقبل اتصالات مستمعينا؟ خلني بس أضيف النقطة بالنسبة نجي للحالات اللي ما يكون في عندهم حيوانات منوية. الفئة هذه إنه السبب يكون في سببين رئيسيين تقريبا، يا أما إنه يكون في انسداد أو إنه الخصية غير شغالة. لما تكون الخصية غير شغالة نتيجة إنه يا أما عدم اكتمال نمو الحيوانات المنوية، أو إنه عدم أو قلة وجود الخلايا الأم اللي تنتج الحيوانات المنوية، وكل واحدة لها طريقة معينة للحصول على الحيوانات المنوية. نعم، بس إن شاء الله الأمل كبير بالله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله الله يرزق الجميع دكتور. رح نبدأ الله أمين دكتور حمد، رح نبدأ نستقبل اتصالات مستمعينا. أذكركم بأرقام تواصلنا اللي حابين تشاركوا معنا عبر الاسم اس مشتركي الاستيسي على 84-7700 مشتركي موبايلي على 640-660 وزين 746-262، وخط هاتفنا المباشر المجاني رح يكون على 02-61-61-100. رح نبدأ مع أخونا أديب من الرياض. أخوي أديب، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخوي الكريم. يعطيك العافية. يا ويعافيك ربي إن شاء الله، تفضل. ممكن أحكي مع الدكتور معليش؟ تفضل.
دكتور حمود. السلام عليكم. هلا هلا أديب، حياك الله. يعطيك العافية دكتور. الله يخليك، تفضل. دكتور أنا في عندي أربع أولاد. الله يخليهم. وكنت أسافر على زوجتي، يعني أسافر أوقات طويلة، يعني خمسة شهور ستة شهور أسافر عنها. أصغر ولد عندي عمره 7 سنين. ما شاء الله. وحبينا بعد الفترة هاي نرجع نجيب طفل تاني، فعدت تقريبا شيء سنة وثلاثة شهور مع بعض نحن. نحن كنا بسوريا، كانوا بسوريا، هني وجبته لهون. هلا صار سنة وثلاثة شهور مع بعض وما صار حمل. فراحت المدام رجعت الدكتورة وسوت الإجراءات، قالت لها ما في عندك شيء خالص. رحت أنا حللت مرتين، قال لي ما في عندك حيوات منوية. طبعا هنا بالحالات اللي زي كذا تكون المشكلة معظم الأحيان بالحالات اللي زي كذا يكون اللي هي عدم اكتمال نمو الحيوانات المنوية، لأنه الناس اللي يكون عندهم عدم اكتمال نمو الحيوانات المنوية اللي يكون أغلبهم يكون عندهم أطفال قبل كذا، أغلبهم يكون عندهم السائل المنوي في السابق سليم، ولكن لسبب غير معروف إنه يبدأ الحيوانات المنوية هذه ما يكتمل نموها. طيب. أيوة دكتور. بالحالة هذه يبغى نعم. فبالحالة هذه يبغى له تقييم للوضع. نعم. إنه يشاف إنه هل المشكلة هل هي هذه؟ لهذا طبعًا هي المشكلة السبب الرئيسي اللي دائمًا تعتبر. نعم. هذا كذا. فإذا تبين إن هذه المشكلة بالحالة هذه إنه في بعض الأدوية المحفزة شغلات زي كذا إنه ممكن تساعد إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. شكر لك أخوي أديب، والله يرزقكم إن شاء الله. بطفل ينضم لخوانا. شكرا لك وفالك طيب أخوي أديب. ناخذ رندا معانا. ألو رندا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا رندا. الحمد لله تمام، تفضلي عزيزتي. أنا عندي مسالك البولية. أنا يمكن في سوريا كنت يعني مع الحروب، وصبت لي يعني قنبلة، وبعدين انتقيت حتى تركيا، وبعدين عملت قسطرة في المساك البولية وتأثرت على القسطرة. وهلا دخلت السعودية، وبعدين عملوا لي في جراحة المساك البولية، ولسه ما يعني صورنا يعني أبول من فوق فهمتي. طيب. وبحين عندي تأثير في البول، يعني ما أقدر أبول إلا يعني أخذت الإبر أو مغطيات والشيء هذي. نعم الله يرفع عنك إن شاء الله، الله يعافيك ويشافيك يا رندا. تفضل دكتور حمود، حاب تطرح لي هاي السؤال؟ ما فهمت انا السؤال، الصوت ما هو واضح زين، يعني ما فهمت السؤال. طيب رند عيدي سؤالك بس ارفعي لي صوتك عزيزتي لو تكرمتي. انا يمكن في سوريا يعني كنت 6 شهور. طيب. يعني تعرف الحروب، سوينا سبوا قنبلة علينا وطاحت يعني الطوب على بطني. وتنقلنا حتى تركيا، حولوا المستشفى في تركيا. طيب. عملوا هناك قسطرة في البول. عملوا لها قسطرة في البول دكتور. طيب. وبعدين بعد 6 شهور دحين هلا دحين صلي أسبوعين في السعودية، يعني ودخلت الحمد تشافيت، وبعدين دخلت السعودية هنا تأثرت دحين في البول، ما أقدر أبول إلا في مغطيات أو بعد الحبوب يعني. يعني ما تقدر الله يكرمك ويكرم السامعين تروح للحمام إلا بعد مغذيات وبعد ما تأخذ أوبر حبوب مثل ما قالت. مو هنا في حالة إن لما يكون فيه يعني الشخص ما يستطيع أن يتبول، يا يكون السبب يا أما من المثانة فيها ضعف ما تفضي، أو يكون في مجرى البول فيه يضيق أو انسداد، يكون واحدة من الثنتين لابد من أن أوصل. نعم بس دكتور حمود هي تقول طاح الطبوقة على يعني على بطنها. ما هذا الكلام، هذا اللي نتكلم عنه، نقول لنا هذا كذا. فهنا لما يجي أنه ممكن طاح على المثانة حاجة وكذا، نعم. أنه في الاحتمالات أنه مثلا ممكن مجرى البول حصل له تأثر وحصل ضيق فيه، فلهذا السبب انه ممكن يكون سبب، اضافه الى ذلك انه مثلا ممكن المثانه تاثرت. فهنا لابد من الموضوع من لابد من تقييم تخطيط للمثانه، فحص حجم المثانه، شغلات زي كذا، تدفق البول، حتى الواحد يعطي الصوره الحقيقيه عن المشكله. نعم، عموما رند عزيزتي اذا انت بالرياض دكتور حمود المطرفي موجود عندكم بالرياض بمركز الرياض الطبي، يعني تقدرين ان شاء الله. انا في الرياض، انا في جده. انت بجده. طيب بجده ان شاء الله انا اقدر افيدك، خليكي تحت الهواء انا راح ان شاء الله اقدر اساعدك. طب ناخذ معنا احمد من جده. احمد. الو اخوي احمد. احمد. الو الو الو. طب احمد مو معنا، ناخذ مشاركه ثانيه، نقول الو الو. أنا ألو أخوي أحمد. ألو. ألو عفواً، من معاي؟ السلام عليكم. الله عليكم السلام، تفضل أخوي حضرتك على الهواء سؤالك. ممكن أكلم الدكتور؟ تفضل أخوي.
تفضل. دكتور السلام عليكم. عليكم السلام. أنا عندي بنتين، آخر بنت تقريبا من 12 سنة، وكان عندي ضعف أنا في الحيوانات. ورحنا وتعالجنا بأكبر مستشفى في الرياض، أنا وزوجتي طبعا يمني مقيم هنا في المملكة. وفي الآخر تفاجأت من الدكتورة أنها تقول لي أن زوجتي خلاص ما عندها تبيض نهائيا، فأعطونا كميات مضاعفة من الإبر، وتعالج لمدة 3 شهور أو 4 شهور، كمية كبيرة جدا يضعف من الإبر هذه. وفي الأخير عشان تضف الطفل أنابيب، ما طفل أنابيب في الأخير قال لنا ما فايدة بالنسبة للحرمة، ما التبيض عندها سيئة جدا. نعم. طيب. ممكن أعرف في حل المشكلة هذه إن شاء الله. طب أخوي أحمد، أخوي وأيضا دكتور حمود، إحنا رح نطلع فاصل إن شاء الله، بعد الفاصل رح نجاوبك أخوي الكريم. مستمعينا الكرام، كل اللي حابين تشاركون معنا، حابة تطرحون أي سؤال على الدكتور حمود المطرفي، استشاري المسالك البولية وأمراض الذكورة وعقم الرجال، عبر SMS مشتركي الاستيسي على 84770، موبايلي 640660 وزين 746262. فاصل ورح نرجع نواصل معكم، فأبقوا معنا. طبابة رمضان، لكل اللي حابين تشاركوا معنا في حلقتنا اليوم اللي بنتكلم فيها عن الجديد في علاج تأخر الإنجاب عند الرجال، وحول هذا الموضوع معايا الدكتور حمود المطرفي، استشاري المسالك البولية وأمراض الذكورة وعقم الرجال بمركز ذرية الطبي بالرياض. للي حابين تشاركونا عبر SMS مشتركي الاستيسي على 84770 ومشتركي موبايلي على 640660 وأيضا زين 746262، وبإمكانكم أيضا المشاركة الهاتفية المجانية عبر الرقم 02-61-61-100. دكتور حمود، أنا شن ممكن نفيد أخونا اللي قبل الفاصل؟ والله هي يقول لي المشكلة مشتركة من عنده ومن عند الزوجة. الزوجة لابد أن أحد حق النساء أطفال أنابيب مثلا أو النساء والولادة يشوفونه. نعم. يشوفونها ويقيمون وضعها بالنسبة لنا بسبب المبايا. بالنسبة له هو عنده مشكلة قلة الحيوانات المنوية، يقول لي المشكلة مشتركة، فلابد من تقييم الطرفين ويشافوا ايش الافضل الحل بالنسبه لهم. نعم. حناخذ مشاركه جديده معنا، علي من مكه المكرمه. اخوي علي، اخوي علي، الو. طيب راح ارجع ابدا في المسجات. بيقول اعاني من نقص في الحيوانات المنويه ومن 3 أشهر منتظم على اخذ علاج بروفراين، اعتقد دكتور كذا اسمه، وارتفعت نسبة الحيوانات إلى بداية النسبة الطبيعية، ولكن جودة الحيوانات المنوية قليلة. إيش تنصحني الدكتور أحمد الأسمري؟ إن شاء الله فعلك طيب وقدامك العافية، تفضل دكتور. المشكلة بالجودة الحيوانات، بالضبط. العدد يعني ما... نعم. مشكلة جودة الحيوانات المنوية أنه زي ما ذكرنا السابق أنها من الأسباب اللي ما أعرف إيش السبب لها، ولكن دائما بالنسبة لنا نتأكد أنه ما يكون فيه نقص بالهرمونات عنده، ما يكون فيه عنده حاجات من الأسباب اللي ممكن تكون أنها تتعالج. في بعض الأشياء ممكن أنها تتعالج، فإذا وجدنا عنده فيه لخبطة بالهرمونات في شغلة زي كذا ممكن تتعالج وتحسن الوضع. أنه لو وجدنا أنه فقط لا كل شيء سليم، اللهم أنه عنده مشكلة في مثلا أشكال الحيوانات المنوية كده، هنا استخدام بعض الأدوية ممكن يساعد إن شاء الله. إن شاء الله ناخذ مشاركة معنا. ناصر موجود، ناصر من مكة. أخوي ناصر، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا ناصر. الله يحييك، ممكن أشارك في الدكتور؟ تفضل. كيف حالك الدكتور؟ الله يحييك. على ناصر دكتور، أنا لي سنة وشهرين أنا متزوج، في عندي تأخر في الإنجاب، ما أدري إيش السبب يعني، فروحت أنا حللت أنا وزوجتي أكثر من مرة، قالوا لي كل شيء تمام كل شيء طبيعي. طيب هذا من اللي ذكرت أنت في البداية دكتور حمود، إن 30% لا يعرف السبب. نعم. طبعا لا عادة إنه حنا ننتظر إلى سنة إنه هذا كذا، بعد كذا نبدأ يعني نشوف الأسباب، نبدأ بالسائل المنوي بالنسبة للرجل، تحاليل الدم اللي هو ضائف الخصيتين، إذا وجدنا إنها سليمة وإنه هذا كذا ممكن أعطاه فرصة كمان 6 شهور ثانية. لأنه فيه ناس نسبة لا بأس فيها من الناس إنه حتى بعد
مضي سنة إنه يحصل حمل، يحصل حمل طبيعي لأنه هذا كذا. وهذه النسبة يعني ما يستهان فيها يعني. إحنا نتكلم عن حوالي 50% من الناس اللي ما حصل عندهم حمل أول سنة. وبعد كذا يحصل حامل. فأنا أقول لا إطالة شوية، انتظر حتى تكمل سنة ونص. إذا طلعت التحاليل سليمة وبعد كذا تقييم الوضع. نعم، ويكثروا من الاستغفار بالذات في الأيام هذه يعني. الاستغفار إيوة له يعني فائدة جدا عظيمة، يمكن كثير من الناس يجهلونه. ناخذ إبراهيم، ناخذ الدكتور إبراهيم معنا من جيزان. حياك الله أخوي إبراهيم، يا هلا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. ممكن أكلم دكتور؟ تفضل. دكتور أنا لي 5 سنوات متجوز. راجع مستشفى التخصصي بالرياض. سويت فحوصات. سويت عينة من الخصية. قالوا حيوانات منوية. ما في لازم. إيش اللي قالوا؟ ما في يجي حبل على طريق الأنابيب. وجدوا أطفال، وجدوا حيوانات منوية ولا ما وجد؟ وجدوا حيوانات منوية. سووا مرتين، سووا عملية وحصلوا حيوانات منوية. طيب الحصول على الحيوانات المنوية كان عن طريق السحب أو بالإبرة أو فتح أخذ عينة؟ لا، سووا بالعينة مو بالسحب. طيب. سووا بالسحب أو الحيوانات المنوية. طيب. سحب بالإبرة ولا فتح وأخذ عينة؟ لا، فتح وخذ عينة. نعم. طيب دكتور حمود أخوي إبراهيم خليك معنا على السمع إن شاء الله. إحنا لنا مضطرين نطلع فاصل لأذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مكة المكرمة، ورح إن شاء الله نرجع نواصل معكم مستمعينا الكرام، فأبقوا معنا. طيبابة رمضان. جديد مستمعينا الكرام مع طبابة رمضان، لكل أخواني اللي حابين يتشاركوا معنا في حلقتنا اليوم، لكل اللي بيعانون من مشكلة تأخر الإنجاب، إذا كنت أنت بتعاني من هذه المشكلة أو إذا كان أحد في محيطك بيعاني منها وحاب تساعده، كل اللي عليك أنك تتشارك معنا في حلقتنا لليوم. اليوم ضيفنا الدكتور حمود المطرفي، استشاري المسالك البولية وأمراض الذكورة وعقم الرجال بمركز ذرية الطبي بالرياض، للمشاركة معنا عبر الاسم اس مشتركين الاستيسي على 84770 موبايلي على 640660، وأيضا مشتركي زين على 74626 62، وشاركونا أيضا عبر خط هاتفنا المجاني على 02-61-61-100، وعبر صفحتنا بتويتر على @ألف ألف أفآم. دكتور حمود. نعم. مساك الله بالخير مرة ثانية دكتور. حياك الله. طب أن نفيد أخونا إبراهيم من جيزان، حب تضيف لحاجة دكتور؟ أي نعم، بس كون أنه وجد حيوانات منوية عن طريق الخزعة هذا شيء طيب، لكن أنه في المستقبل مشان يعني الحصول على الحيوانات المنوية، أنا من الناس اللي أفضل إنه الطريقة العشوائية القديمة إنها ما تستخدم للحصول على الحيوانات المنوية لأسباب كثيرة، منها إنه هي طريقة عشوائية تأثيرها على الخصية شديد، جودة الحيوانات المنوية ما تكون جيدة لتأخذ، كل مرة تنعمل العملية يأخذ جزء لا بأس فيه من الخصية، لو تكررت كذا محاولة ممكن حجم الخصية يصغر، إضافة إلى ذلك إنها تترك يعني تليفات ممكن يحصل من النزيف في الخصية ومشاكل، فما تقارن بالمسح المجهري. فأفضل أنه الخطوة الجاية في المستقبل إن شاء الله بالنسبة له أنه تنعمل عملية المسح المجهري. نعم. للحصول على الحيوانات المنوية. نعم. طب أحد الأخوان بيسأل دكتور، بيقول فضلا أرجو أعطانا معلومة عن النسبة الطبيعية للحيوانات المنوية كحد أدنى عند حد أدنى وكحد أعلى، والنسبة الطبيعية لجودة أيضا الحيوان المنوي. طبعا الحد الأدنى بالنسبة للعدد هو نحتاج إلى 15 مليون بالملي الواحد. نعم. الحركة نحتاج إلى 40% وفوق. بالنسبة للتشوهات الآن 96% وأقل تكفي. إنه هذا كذا، فهذه بالنسبة للمقاييس حق السائل المنوي المطلوب. نعم. رح نرجع لمشاركاتنا الهاتفية، رح ناخذ معنا عبد الله من عاصمتنا الرياض. أخوي عبد الله. حاول
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخوي عبد الله، تفضل. لا أنت أبغى أسألك، أنا شو اسمه متزوج، أنا جي أكثر من سنة حتى الآن ما جبت أولاد. نعم. بس أبغى أعرف عن ال نعم. أبغى أعرف إذا كان يعني العادة السرية لها طريقة أو حاجة يعني أو سبب في هذا الشيء. طيب فادك، طيب شكرا لك أخوي عبد الله. إحنا تقريبا تكلمنا عن الموضوع هذا، ذكرت دكتور حمود إنه يعني ماكسيمم سنة ونص ينتظرون. نعم. بالنسبة للأخ عبد الله أعتقد إنه يعني له فترة طويلة يعني الآن، هذه هل عمل فحوصات، عمل شيء يعني تبين مشكلة من السبب المشكلة. نعم. طب للأسف الاتصال راح، الكنترول بيقولوا الاتصال راح، راح نأخذ مشاركة ثانية، نأخذ خالد. خالد من جدة، أخوي خالد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخوي خالد. الله يبقيك. أخلي ممكن أكلم الدكتور؟ تفضل. هلا خالد. السلام عليكم دكتور. دكتور أنا لي تقريبا 9 سنوات أو 10 سنوات حوالي كذا، ما الله كتب إني إنجاب، كل ما جيت من مستشفى حكومي أو النقلي يقولوا لي دوالي دوالي، بالنسبة للزوجة ما فيها أي شيء، بس المشكلة يقولون فيك أنت إنها دوالي ما دوالي، وهم فيها ضعف، وأخذ علاجات الكلوميد ما الكلوميد هذه، فتزيد تزيد عندي لين عدد تقريبا فوق 20 مليون، وبعد فترة ترجع ثاني مرة. فقالوا لي نصحوني ناس إنها التلقيح الصناعي وناس قالوا بالأنابيب، وما ندري والله الحين الواحد شتت، وبعد سنوات مية قليلة ذي. نعم أكيد عمر أخوي. تفضل دكتور حمود. في نقطة مهمة جدا أبي أنوه لها، يعني إنه المفهوم العام الآن تغير عن السابق، إنه ننصح دائما، وحتى هذا المفهوم عالمي يعني ما هو فقط لذلك، لأنه إذا حصل يعني مضت فترة أكثر من 3 سنوات ولم يحصل حمل طبيعي معناها إنه في مشكلة. المشكلة بغض النظر إنه حتى لو ما عرفنا المشكلة، معناها إنه ممكن تكون لو مثلاً قلنا السائل المنوي سليم، الزوجة سليمة، وكل شيء كذا، هنا تكون المشكلة ممكن تكمن بالوظائف، يا وظائف الحيوانات المنوية يا وظائف البويضات. فبالحالات هذه ننصح إن الشخص إذا مضى عليه 3 سنوات إنه يتجه إلى أطفال الأنابيب، لأن نسبة النجاح فيها أعلى وتحل مشكلة الوظائف، الخلل بالوظائف. صحيح. فما نبي للشخص إنه يضيع فترة طويلة بين علاجات وما علاجات، إذا مضت 3 سنوات وما حصل استجابة يجب إنه يبحث إلى الحل اللي هو أجدى وأفضل. نعم يعني 3 سنوات، من بعد 3 سنوات المفروض يتجهون. من بعد 3 سنوات ننصح بالشخص إنه يفكر بموضوع أطفال أنابيب، لأنه فرصة الحمل فيها أعلى. نعم. طيب أخوي خالد فالك طيب، بس خليك تحت الهواء، أنا ممكن إذا أنت حاب أنك تأخذ هذا القرار أنك تبدأ بطفل أنابيب أنت والمدام، أنا ممكن أفيدك على أماكن إن شاء الله رح تلقى فيها إن شاء الله مرادك. طيب نأخذ مشاركات فيها جديدة، نأخذ أيضا مشاركة. ألو. ألو. نعم أسعد الله مساك أخوي، تفضل. كيف حالك أختي؟ ممكن أشارك بالبرنامج؟ أكيد تفضل أخوي. دكتور حمود معك. أهلا تفضل، حياك الله. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك حبيبي؟ تمام الله يسلمك. معك يحيى من مكة، الله يعطيك العافية. حياك الله يحيى. الدكتور أنا لي 3 سنوات متزوج، وطبعا عملنا فحوصات بالنسبة للزوجة وفحوصات لي أنا. بداية كانت المشكلة عند زوجتي، كان عندها خربطة في الهرمونات، هرمونات الحليب. وبالنسبة لي أنا طلع عندي قلة في الحركة. العدد 88 مليون. فرجعت عيادة هنا فأعطوني فيتامين A400 معه. وفي خلطة وصفوها لي اللي هي عسل وحبوب اللقاح وبذر طلع النخيل وهاري، تستخدمها ملعقة كبيرة صراحة مع كاس موية، والحمد لله عملت آخر تحليل فزادت الحركة من 5، من كانت نسبة الحركة تقريبا 48 معي، 48 إلى 70%. ممتاز كويس. معي يعني إيش المشكلة في قلة الحركة؟ نعم. وإيش السبب؟ نعم تفضل دكتور. والله شوف يعني زي ما قلنا قبل شوية، ذكرنا إنه إذا كان كل المؤشرات سليمة الظاهرية ولا في سبب واضح ولا كذا، الآن نعمل في فحص يخص تكسر مادة الـ DNA في النواة الحيوان المنوي.
نعم. إذا وجدنا أن هذه تعطينا شوية عن الوظيفة الحيوان المنوي. نعم. إذا وجدنا نسبة التكسر عالية أكثر من 30% معناها أن في مشكلة بالوظيفة، وفي الحالة نعم. هذه ننصح طبعا استخدام بعض الأدوية، وننصح بأن الشخص أن يتجه للأطفال الأنابيب. نعم. لو طلعت أقل من كذا لا، معناها أن الحيوانات المنوية وظيفتها جيدة وهذا كذا، ولكن أعتقد أنك أنت الآن وصلت إلى مرحلة أنك تتجهون لأطفال الأنابيب. نعم هذا افضل خيار. نعم. صحيح، شكرا لك عموما اخوي المتصل اللي يقول لك افضل خيار الحين لكم ما في امامكم الا انكم تتجهون لاطفال الانابيب. اذا حضرتك يعني ما ادري موجود في جده انا ممكن افيدك اخوي الكريم. طب احنا للاسف الوقت داهمنا دكتور حمود، انا جدا شاكره تواجدك معنا اليوم عبر الهاتف من عاصمتنا الحبيبه الرياض، يعطيك العافيه. الله يعافيك، شكرا جزيلا. مستمعينا الكرام كان اليوم موضوعنا عن الجديد بعلاج تأخر الإنجاب عند الرجال، وحول هذا الموضوع كان ضيف اليوم الدكتور حمود المطرفي استشاري المسالك البولية وأمراض الذكورة وعقم الرجال بمركز الذرية الطبي بالرياض. أشكر كل اللي تواصلوا معايا اليوم سواء عبر الاسم اسس وعبر مداخلاتكم الهاتفية، وإحنا اليوم إحنا الفترة هذه بأيام فضيلة يستجاب فيها الدعاء ويستحب الاستغفار، فكل أخواني وكل خواتي اللي بيعانوا من هذه المشكلة لا تنسون دائما الاستغفار هو يعني بوابة لكم عند الله سبحانه وتعالى، فأكثر من الاستغفار وقيام الليل وبمشيئة الله ما تمر السنة هذه إلا وكل واحد منكم في حضنة طفل، ولكن لا ننسى أنهم أمانة من رب العالمين فنحسن تربيتهم. أتمنى للجميع إفطار وسحور شهي، لكن ديروا بالكم على صحتكم. كنت معكم أمينة العبدالله، راح ألتقيكم بكرة بنفس الموعد من الساعة 3 إلى الساعة 4 عصرا بموضوع جديد وضيف جديد، وفالكم طيب.